للمزيد معنا من القاهرة دكتور محمد شاكر، عضو في تيار الغد السوري. أهلا بحضرتك دكتور محمد. يعني للمرة الثانية يتم توقيع هذه الهدنة، كيف يبدو التزام الأطراف رأيك، الأطراف المتحاربة في سوريا بهذه الهدنة؟ وبداية صباح الخير. أهلا بحضرتك. طبعا الهدنة تأتي ضمن السيرورة الطبيعية للقرار 2254 كمرجعية وشرعية دولية واضحة، يعني أصبحت مسارا للعملية السياسية في سوريا، وكل ما يجري من هدى وكل رعاية هي قراءة حقيقية للقرار 2254. يعني واضح الدور المصري الآن بدأ يعني يتبلور في وقف نزيف الدم السوري. مصر لم تتورط في الدم السوري، لذلك عليها ومن واجبها ومن دورها الإقليمي تجاه أشقائها في سوريا أن تعمل على وقف نزيف هذا الدم. بعد سنوات، بعد ما يقارب 7 سنوات، يعني كان الملف في حضن قوى إقليمية، يعني استمرأت تحويل سوريا إلى رقعة شطرنج، يعني لم ينتج منها سوى موت السوريين كل يوم. طيب دكتور محمد، إذن كيف يتم التنسيق ما بينكم وبين الحكومة المصرية والجانب الروسي، وكيف تقيمون بشكل عام في تيار الغد السوري موقف الحكومة المصرية من إراقة أو منع إراقة الدم السوري؟ يعني تيار الغد السوري تعرف مقره القاهرة، ونحن يعني عقيدة تيار الغد السوري تقوم على يعني إعادة الملف السوري إلى حضنه الطبيعي أو حضنه العربي. تيار الغد السوري قام بوساطة يعني سمعتم فيها جميعا، هي اتفاق الغوطة، ويعني تم الاتفاق على نقاط كثيرة، يعني تبدأ من محاربة الجماعات الإرهابية وإدخال المساعدات الإنسانية، ودخلت عبر مخيم الوافدين أكثر من 20 قافلة مساعدات في يوم واحد، وهذا تحول يعتبر في في في, في تاريخ الصراع السوري. الرعاية المصرية كانت يعني واضحة في الموضوع، وكان الاتفاق قد عقد في أيضا في القاهرة برعاية مصرية وبحضور الضامن الروسي أيضا ووساطة تيار الغد السوري الذي أخذ على عاتقه أيضا وقت نزيف الدم السوري. طيب يعني حضرتك تحدثت عن أهم بنود هذه الاتفاقية أو وقف إطلاق النار، في أي مناطق سيد دكتور محمد سيتم أو تطبق هذه الهدنة؟ تقصد هدنة حمص الشمالي؟ نعم، هي جميع مناطق، يعني المناطق الشمالية لحمص بالتأكيد هي ستكون يعني للفصائل يعني التي يعني وافقت على هذا الاتفاق، وسيصار إلى وضع خطوط تماس تنتشر من خلالها قوات روسية لوقف يعني تخفيف الوقف الأعمال القتالية وتخفيف التصعيد، وهذا يتأتى يعني ضمن عملية كاملة في سوريا تقوم على يعني تطبيق ما يسمى بمناطق خفض التوتر التي طبقت قبل هذا التاريخ في الجنوب وفي الغوطة الشرقية والآن في حمص الشمالي، وستمتد إن شاء الله على عموم سوريا. طيب دكتور محمد، يعني هل من الممكن أن نعتبر أن هذه الهدنة هي إحدى الخطوات التي يجب أن تتبعها أيضا خطوات أخرى في طريق إنجاز حل سياسي؟ كما قلت لك، يعني الحل السياسي في سوريا كخطوط عريضة أصبح واضحا، ولطالما تحدثت على قناتكم يعني قبل الموضوع منذ جنيف واحد، يعني قلنا على منذ بداية الجولة الأخيرة من يعني من جنيف، الجولات الأخيرة لجنيف، الجولات الأخيرة 5 لجنيف منذ عام تقريبا، يعني والتي كانت يعني تأخذ بقراءة مغلوطة للقرار 2254. الاستراتيجية الأمريكية بالتوافق أيضا مع الروس كانت تنظر أولا على من منظور أولا القضاء على التنظيمات الإرهابية، وقد تضمنت جميع الهدن التي عقدت بند اتفاق يعني المتفقين، يعني سواء الضامن أو سواء الفصائل المسلحة بمحارب، وسواء الوسيط أيضا بمحاربة الجماعات الإرهابية، وهذا بند متفق عليه، لأنه من الصعب أن تقوم بعملية سياسية ووحدة سوريا يعني مستلبة، يعني أنت لا تستطيع أن تقوم بالعملية السياسية برمتها وهناك مناطق تسيطر عليها داعش أو جبهة النصرة أو جماعات إرهابية، يعني تعيق أي حل سياسي، وقد حصل هذا في يعني قبل هذا التاريخ. لذلك هذه أحد البنود. البند الآخر يعني يتأتى بعد القضاء على الجماعات الإرهابية،
يعني تبقى القوات في مكانها، ومن ثم تقام إدارات محلية تقومها يعني من أبناء المنطقة. هذه الإدارات المحلية تقوم بإدخال المساعدات، تقوم بالإشراف على المدنيين، تقوم على تأمين البنى الأساسية والاحتياجات الضرورية للمواطنين، ومن ثم يصار إلى اتفاقات سياسية. أي نقل الصراع السوري من صراع موت يومي وقتل يومي وإطلاق نار إلى صراع سياسي يقوم به السياسيين في يعني يقابل ذلك يعني وقف نزيف الدم السوري ووقف الموت ووقف القصف اليومي، يعني هي بادرة لوقف نزيف الدم السوري. وضحت الفكرة دكتور محمد. نعم، شكرك دكتور محمد الشاكر، عضو في تيار الغد السوري، شكرا جزيلا لحضرتك.